كارلوس. هيا بنا يا بال. ماذا سيفعلان الآن؟ لا بأس، أنا بخير، لنقطع غصنا آخر. هيا. ماذا ستفعلون بهذا الغصن؟ يجب أن ننزل هذا الشلال أولا. شلال؟ لا تكن سخيفا، سأتحطم إذا وقعت. ماذا تفعل يا سبستيان؟ ستحلق مثل الطير. ماذا؟ لا تقل أنني سأتعلق بهذا. لا بأس، بل سيكون معنا وسيساعدنا. يجب أن ننزل هذا الشلال أولا. أشعر بدوار. تشجع، أسرع دكتور كارلوس. أنا أعتمد عليه. اطمئن بال، ابدأ بإرخاء الغصن قليلا. ماذا ستفعل هذه المرة؟ لقد تأخروا. ماذا يفعلون؟ أريد أن أعرف. لا أعتقد أنهم هربوا. لا أبدا. وكيف تعرف أن؟ لأن لا يمكن أن يرحلوا ويتركوا الأنسة لنا. الشمس تغيب، سيدفعون الثمن إذا لم يفوا بوعدهم. دقائق قليلة أخرى لنا. سيباستيان وبيل سيحضران الدكتور كارلوس، فتشجع يا حبيبتي.
لندفع هذه العوامة إلى الماء. حسنا اقفز يا دكتور. وهم فقير. لا بأس يا دكتور. انتبهوا جميعا سننطلق. أنت قلق على لينا أليس كذلك؟ نعم لأنها صديقتي. ما مرض لينا يا دكتور كارلوس؟ دع الأمر لي سأشفيها. حسنا سنصل بسرعة. الصبر أكثر. مارتن يجب أن يخرج جميع رجال المحفر لمطاردته. حاضر سيدي. هناك هم قادمون. ايه نحن هنا. أسف لأننا تأخرنا. حالتي مزرية. أتساءل إذا ما كنت أزال حيا بعد هذا العذاب. لا أذن. لقد نكست بوعدك سأعتقلك. ماذا تعتقلوني؟ لا ليس أنت يا دكتور كارلوس، أعني الصبي والكلب. اصعد إلى السيارة لقد تأخرنا. أرجوك أسرع. هيا أسرع. تمهل قليلا، سيارتي هناك وحقيبتي الطبية موجودة فيها. هيا بنا. إذا لنذهب إلى هناك بسرعة. ادخل إلى السيارة. تحاول الهرب ها؟ أنت أيضا بيل. سيد ألبرت، ها هو الدكتور كارلوس حضر كما أمرت. شكرا لك أيها المفتش. كنا ننتظرك يا دكتور. أرجوك ساعد لنا يا دكتور كارلوس. ابقى يا داخل السيارة هيا. وصل الطبيب كارلوس في الوقت المناسب. أرجو أن تتحسن صحة لنا بسرعة. أرجو ذلك. دكتور كارلوس هل لنا بخير؟ يبدو أنها أصيبت بصدمة. أخبروني بما حصل للآن سلينا. م.
أرجو أن تشفى لينا بسرعة. ماذا يجب أن نفعل بسيباستيان وبيل؟ أعتقد أنهما لطفاء جدا، لقد أحببتهم. لن أدع المشاعر الشخصية تؤثر بي، أنا مخلص لواجباتي. إذا ستعتقلهما؟ لك من كسول، آنسة لينا تناديك. ماذا؟ لينا؟ تريد رؤيتك. هل هي بخير الآن؟ اذهب لتراها على أي حال. صباح الخير. هل أنت بخير الآن؟ شفيتك كلياً. إذن عظيم، دانينا عظيم. أنا متينة لك بهذا، شكرا جزيلا لكما. أنا أيضا أقدم شكري لكما على مساعدتنا. لا لا داعي، الفضل يعود إلى بال. آسف، وأيضا للدكتور كارلوس. انظروا. أنا بخير. تهانينا يا لينا، تهانينا. عظيم، هذا عظيم يا آنسة لينا. تهانينا آنسة لينا. شكرا لك. الآن وقد شفيت باستطاعة اعتقال هذين المجرمين بيل وسباستيان. المفتش غارسيا، لقد قطعتما وعدا سيدي. انتهت المهلة، تعال سباستيان. لماذا يجب أن تعتقل ولدا لطيفا مثله؟ أنت صاحب قلب بارد. بصفة مفتش لا يمكنني أن أدع المجرمين خارج السجن، تعالوا معي بهدوء. الأفضل أن تستسلم ولا تقاومنا. لينا، ماذا جرى لها؟ حالتك سوء ثانية، ربما أرهقت نفسي. أطلب الطبيب كارلوس. لينا، إنها غلطتك، أنت إنسان قاس. لينا، هل أنت بخير؟ أجبيني حبيبتي. أنا بخير. إذن لقد صدقتموني، هل مثلت جيدا؟ إذن كانت كذبة؟ تظاهرت بذلك لكي أساعد سيباستيان وبير. اعتقدت أن الأمر كان حقيقيا. لينا، هل أصبت بالنوبة مرة أخرى؟
ما القضية؟ ماذا جرى؟ ماذا يجري هنا؟ أنا آسفة دكتور كارلوس، كنت أتظاهر. ماذا؟ تتظاهرين؟ هناك سبب لذلك. سبب؟ أخيرا، كيف حال الأنسة لنا دكتور كارلوس؟ سيئة جدا، حالتها معقدة. معقدة؟ لا أعرف متى ستتحسن. أتعتقدني؟ هل هي حتى أنت لا تستطيع شفاءها؟ أتعتقدني رجالا؟ لقد شفيت لينا. شفيتها؟ لا أعني، أود أن أقول، لكن هناك مرض لا أستطيع شفاءه. مرض لا تستطيع شفاءه؟ مرض القلب، القلب يا غارسيا. المفتش غارسيا ما زال هنا. إلى متى نستطيع خداعه؟ نعم، سأسأل أبي أن يطلب من المفتش غارسيا عدم اعتقال بيل وسيباستيان. ربما سيكون الأمر صعبا حتى على السيد ألبرت. ما أن يعرف أن الأنسة لينا بخير بالتأكيد سيعتقلونكم. سأتظاهر بالمرض إلى الأبد. إذن يجب أن تلازم السرير كل الوقت. لا بأس، طالما أستطيع مساعدة سيباستيان وبيل. لكن ألا يوجد حل أفضل؟ شكرا لكم جميعا، سنرحل على الفور. سترحلان؟ سترحلان حقا؟ نعم. كلا، لا أريدك أن ترحل. هنا يجب أن أجد أمي، لا أستطيع البقاء إلى الأبد هنا. علي أن أتابع رحلتي حتى أرى أمي. لكننا أصبحنا أصدقاء، لا يمكننا أن نفترق. سوف نلتقي ثانية. حقا؟ نعم. هل تعيدني؟ نعم أعيدك، ابتسمي. نعم. لكن كيف ستتمكن من الخروج دون أن يراك المفتش غارسيا؟ دعي الأمر لي، يبدو أن لديكم مشكلة. أبي، عندي فكرة جيدة، سأبقي المفتش غارسيا في الخلف، الأفضل أن ترحل أثناء ذلك. يا لها من مشكلة. ما زلت تراقب؟ طبعا لن أرحل حتى أعتقل المجرمين. حسنا، لما لا تجلس؟ شكرا سيدي، أنت فعلا أفضل مفتش في إسبانيا. شكرا جزيلا لك يا سيد ألبرت. أنا آسف أيها المفتش غارسيا. لا بأس. ما رأيك بشيء من المرطبات؟ لست ممنوعا أن تناول المرطبات؟ أعرف ذلك، شكرا لك مارتن على حق، فالمرطبات تضر به. إنها لذيذة الطعم. أنا آسف جدا لإزعاجك طوال هذا الوقت. متأسف؟ نعم، أقصد لينا. الطبيب كارلوس قال لي إن عدم الاكتراث يحزن الناس فيمرضون، وأعتقد أن لينا مصابة بمرض عدم الاكتراث يا حضرت. عدم الاكتراث؟ التصرف دون اعتبار الشعور الآخرين كما قال الدكتور كارلوس. بمعنى آخر، لقد ربيت لينا حسب ما يناسبني ولم أكترث لما يرضيها، لقد كنت أنانيا معها وأهملتها. الآن من هنا لا تحدث ضجة. أعتقد أنني فعلت ما بوسع من أجل لينا، لكن ما أردته فعلا هو الأصدقاء والجو المناسب لتلعب بحرية كبقية الأولاد. أنا خجل بنفسي، كنت أفكر بعملي فقط ولم أنتبه إلى لينا، كانت وحيدة دون أم وأخوة. تعالوا أسرعوا من هنا.
فظيعا إذا أحدثنا أي ضجة. بيل كلب ذكي ولطيف. ما هذه الضجة؟ ها؟ ربما مارتن تعال معي. إنها مارية، لابد أنها مارية. إنها عديمة الانتباه، ربما أوقعت صحنا. ماريا تفاجئنا دائما بأمور كهذه. عديمة الانتباه. أنت على حق، لابد أنها ماريا. بدنا نفشل، لكن لا بأس الآن. شكرا على كل شيء. انتبه، كن حذرا. عودوا ثانية. أنا متأكد من ذلك. أين الوقت للوداع؟ نعم، كوني حذر يا لينا. سباستيان. إنها تجربتي الأولى. حسنا، إلى اللقاء. هيا بنا يا بيل، هيا. إلى اللقاء، إلى اللقاء. أما زلت تريد اعتقال بيل وسيبستيان أيها المفتش غارسيا؟ طبعا، الصبي والكلب مطلوبان عالميا، وواجبي أن أحافظ على الأمن والاستقرار في القرية يا سيدي. أيها المفتش غارسيا، لكنني أتساءل إذا ما زالا هنا. ها؟ يخيل إلي أنهما ذهبا دون علمي، إذا رحلوا لا داعي لاعتقالهم. أيها المفتش، أنت عرفت بالأمر. حسنا، أعطني شيئا من هذه المرطبات اللذيذة. هيا يا مارتن. هذا سيء. شفيت لينا من مرضها لأن سيباستيان وبيل أحضرا لها الدكتور كارلوس. بعد ذلك ودعا بيل وسيباستيان لينا وتابعا رحلتهما الطويلة، وتوجها نحو جبال سيرا نيفادا.